برايي طبعا فيه هيك شيء، لانه الطيران صار له 5 ايام عم بيصعد فوق المناطق المحرره، والنظام وروسيا من 9 سنين لحد الان ما اتفقوا على ما وافقوا على اي اتفاق وما التزموا بالاتفاقيات. وفي على المراصد تكلموا على المراصد انه في حشود على المناطق الجنوبيه، على كفر نبل، على سرائب، على معره النعمان، وبشكل عام النظام ما له امان، ونحن متاملين من الله الخير. هلا النظام شوف ما له امان، لا بدرعا التزم بالهدنه ولا بحمص ولا بالغوطه ولا بمناطق جبل الزاويه، يعني ما له امان طاول، ومتوقع انه ما يلتزم بإدلب كمان. اول شيء التصعيد هذا اللي عم يساويه روسيا على جبل الكبيني، ومثل ما انكم سمعانين اكيد كل العالم عم تسمع الاخبار كلياتها، هذا اكيد بالمية مية بعد التصعيد هذا اللي عم يقولوا هن انه عم يجربوا صواريخ، هذا الحكي كلياته بتعرفوا كلياتكم، كلياتنا بنعرف هذا الحكي. اول شيء النظام وروسيا بيعملوا هيك شغلات، بيضربوا كم صاروخ وبعدين اكيد من بعدها في معركه، نحن واثقين انه من بعدها في معركه. والله راح يصعدوا، وتوقعاتي انا في حرب 100% يعني، ما في اي كلام، لانه هذا الحشود اللي عم يحشدها ما له هيك اي سبب يعني، مشان شو عم يجيب العالم بده يتفرج عليها يعني، اكيد في عمل عسكري وفي، بس نحن اخي اول شيء املنا بالله. انا بتوقع بس تصعيد عسكري يعني، تصعيد عسكري من الطرفين، من الطرف التركي، الجانب التركي اللي هو عم يحشد مع الفصائل العسكريه، عم يحشدوا على الحدود اللي هلا متواجد فيها النظام، كحشود بس حشود يعني تقريبيا، ومن جانب النظام وروسيا والحلفاء تبعهم كتصعيد عسكري بس للطرفين، اما بتوقعي ما في معركه يعني.